حياكم الله مشاهدينا إلى حلقة جديدة من ماشيت الصحافة وعرض لأبرز عناوين ومنشطات كبريات الصحف المحلية والدولية الصادرة اليوم برفقة الصحفي البرلماني رشيد الفعم. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله سعود. إذن بعد الفاصل مشاهدينا نبدأ جولتنا بصحافة المحلية. جولتنا مشاهدينا تنطلق بالصحافة المحلية وبالتحديد من صحيفة السياسة وهذا المانشيت: سمو الأمير مهنئا الإمارات بعيدها الوطني، الإنجازات التنموية محل اعتزاز، سموه استقبل الغانم والمبارك والخالد والمطاوعة ودويسان وهنأ رؤساء 4 دول. الرئيس الغانم: زيارة سمو رئيس الوزراء بداية جيدة. تحت هذا المانشيت تناولت القبس اجتماع رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وكتبت أن الغانم أوضح أنه أبلغ رئيس الحكومة بأنه سيقوم بكل ما يمكن من أجل المساعدة في نجاحه ونجاح حكومته في تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي، مضيفا أن نجاحه هو نجاح للكويت. إذا تعليقك على هذا اللقاء بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية. طبعا بلا شك أن مثل هذا اللقاء يؤكد ما جاء في نصوص الدستور وخاصة في المادة 50 من الدستور، وهو يعني الفصل بين السلطات مع تعاونها. لذلك أعتقد أن جاء ترجمة لمواد الدستور، بالإضافة إلى جاء بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء من أن يمد يد التعاون وأن يبادر بنفسه بلقاء سواء للسلطة القضائية أو للسلطة التشريعية، وأن يكون هناك التفاف حول السلطات الثلاث في الدولة يتولاها رئيس مجلس الوزراء من خلال اللقاءات التي يعني حصلت بالأمس وحصلت الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس أعلى القضاء. لذلك كل تلك الأمور تؤكد ما جاء في حذافير يعني المواد الدستورية والمادة 50، وكذلك يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء يعني يريد أن يفرش أرضية ويمهد طريق للقاء يعني ما بين يعني رؤساء السلطات سواء القضائية أو التشريعية لبناء مرحلة جديدة يعني يكون عنوانها التعاون، يكون عنوانها مثل هذه اللقاءات المفتوحة التي تخرج دائما يعني بنتائج مثمرة، خصوصا وأن هناك لقاءات ومؤتمرات صحفية يعني أكد فيها سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هذه أن مثل هذه الزيارات ستتكرر، وأكد أيضا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مثل هذا اللقاء سيكون يعني باكورة للقاءات مستقبلية، وسيكون هناك يعني عدة أمور ستبنى وستحاك من أجل يعني رسم السياسة العامة للدولة في مرحلة مقبلة من الأيام. نعم، صحيفة الأنباء مشاهدينا خطت عنوانها التمهيدي: رئيس الوزراء أكد خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف المحلية السعي لتنفيذ توجيهات صاحب السمو بتفعيل المادة 50 القاضية بفصل السلطات وعدم توغل سلطة على أخرى. وفي عنوانها الرئيس كتبت: الخالد، أمد للبرلمان يد التعاون لا التهاون. ومن عناوينها الشارحة: صباح الخالد، العلاقة بين السلطتين لن تكون على حساب المال العام. رئيس الوزراء ناشد خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف المحلية من لديه أي معلومات عن قضايا أو شبهات فساد التقدم إلى الجهات الرقابية خلال شهر. وناشد كل من لديه معلومات عن شبهة فساد أن يتقدم إلى هيئة النزاهة وديوان المحاسبة. إذن ما رأيك بهذه الخطوة وأيضا تصريحات سمو الشيخ صباح الخالد مع رؤساء التحرير الصحف؟ هي خطوة مباركة وخطوة تؤكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يزال أو يعني متمسك في المواد الدستورية ومتمسك في قوانين الدولة. مثل هذه الأمور يعني تشير إلى أن الحكومة المقبلة حكومة متمسكة بمكافحة الفساد إن شاء الله، وعليها يعني واجبات كثيرة، عليها أن تتقدم ببرنامج عملها لمجلس الأمة حتى يكون هناك تآلف ويكون هناك توازي ما بين مكافحة الفساد وهي الجهة الرقابية وما بين التشريع. لذلك أنا أعتقد مثل هذه الخطوة مثل هذه التصريحات لسمو رئيس مجلس الوزراء تؤكد يعني أن 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 أن, أن, أن
المرحلة المقبلة وبوابة المرحلة المقبلة هي يعني تسليط الضوء على مكامن الخلل في أجهزة الدولة، وتؤكد أن أن الرقابة يعني في بداية الأمر متمسكة فيها الحكومة وتأتي متمثلة فيما جاء في الدستور وما جاء في اللائحة الداخلية وفي القانون من أجل مكافحة الفساد. لذلك أنا أعتقد أنها يعني خطوة مباركة وخطوة تنم على أن رئيس الوزراء جاء يعني جاي بطريقة جديدة تؤكد أنه متعاون من أجل مكافحة الفساد بالوقت الذي لا يمكن أن يتغافل به عن التشريعات التي يعني من الممكن أن يكون لها إن شاء الله في خلال الأشهر المقبلة يعني موضع قدم في القوانين التي ستخرج من مجلس الأمة. نعم. وفي صحيفة الكويتية مشاهدين نقرأ هذا المانشيت: ممثل سمو ولي العهد يشيد باستضافة الإمارات الفعاليات الرياضية العالمية. صحيفة النهار تناولت تهنئة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري للمخترعين الكويتيين الدكتور مشاري المطيري والمهندسة سارة بورجيب بحصولهما على ذهبيتي معرض سيول الدولي لاختراعاتهما في المجالين الصحي والبيئي. وعنوان آخر مشاهدينا في صحيفة الجريدة: الكويت تحصل على مقعد في اللجنة التنفيذية العليا لإكسبو دبي 2020، أبرز مهامها مراقبة التنفيذ والتأكد من تطبيق التوجيهات. وأيضا أنتقل معكم إلى صحيفة الرأي حيث نقلت عن نائب وزير الخارجية هذا المانشيت: الجار الله مؤشرات إيجابية على انفراج الأزمة الخليجية، الرياض تستضيف قمة مجلس التعاون في 10 ديسمبر. نشرت صحيفة الوسط قول شركة كامكو للاستثمار الكويتية إن بورصة الكويت حققت أفضل أداء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر الماضي والثانية عالميا بعد الأسواق الأمريكية لناحية المكاسب الشهرية. إذن مشاهدينا مانشيت الصحافة مستمر معكم لكن بعد هذا الفاصل. في نيويورك تايمز: ضوء على تطورات الساحة في هونغ كونغ، شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع أثناء عودة المحتجين إلى القوة. وتعنون الصحيفة التي تلفت أنه بعد أسبوع من الهدوء النسبي والتصويت الذي عزز قضية المحتجين، أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وهاجم المتظاهرون المتاجر بعد هدوء نسبي في الاحتجاجات. خرج آلاف من النشطاء المؤيدين للديمقراطية أمس الأحد في 3 مظاهرات بعد أسبوع تسجيلهم فوزا كبيرا في الانتخابات التي اعتبرت تأييدا واسع النطاق لأهداف الحركة. إذن كيف يبدو لك المشهد هنا في هونغ كونغ ومعادلات القوة خصوصا مع المحتجين والحكومة في الصين؟ طبعا أنا أعتقد أن بعد الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي في هونغ كونغ وأكدت يعني حصول ما يقارب 196 من أصل 124 يعني مقعد في الانتخابات المحلية للمحتجين، هذا يؤكد أن المحتجين في موضع قوة ويؤكد نجاح يعني ثورتهم إن صح التعبير وخروجهم على الحكم الذاتي وخروجهم على رئيس مجلس الوزراء في هونغ كونغ الذي يعني أخذت في اقتراح ترحيل المحتجين إلى الصين ولم يعني تلغي مثل هذا القرار. أعتقد أن لا زال هناك قوة للمحتجين، المحتجين لا زال متمسكون في إلغاء وليس في حفظ مثل هذا الاقتراح الذي يعني يرحل المحتجين إلى الصين. لا يزال المحتجين هم لديهم موقع قوة، والانتخابات وحصولهم على ما يقارب 85% في الانتخابات المحلية المقاعد يؤكد متانة وقوة المحتجين الذي أعتقد أن 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 أن, أن الحكومة أو في هونغ كونغ مقبلة على إلغاء مثل هذه القرارات التي لربما سببت أزمة خلال 4 أو 5 أشهر الماضية في هونغ كونغ. نعم. في صحيفة التايمز ترصد مزاج البريطانيين قبل الانتخابات وتعنون: استطلاع الانتخابات، تقلص تقدم المحافظين على الرغم من عدم ثقة الناخبين في كوربن. أعطى أحد الاستطلاعات المحافظين تقدما بفارق 6 نقاط فقط عن حزب العمال، تلفت التايمز. إذن كيف تقرأ تقلص الفارق بين المحافظين والعمال في أحدث استطلاعات الرأي؟
طبعا مش شيء طبيعي يعني ان يكون هناك يعني نزول لشعبيه الحزب المحافظين في بريطانيا، خصوصا بعد الخروج من بريكست ومن الاتحاد الاوروبي. يعني كان للحزب المحافظين يعني نوع من 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 الضعف خلال الثلاث سنوات والسنتين الماضيتين في مجلس النواب البريطاني، والذي لم يخرج والذي خرج في حزب المحافظين خالي الوفاض من يعني قرار خروجه من الاتحاد البريطاني، مما أضعف شعبية الحزب المحافظين. بالإضافة إلى أن هناك نقطة مهمة، وهي أن هناك حزب جديد خرج وهو حزب بريكست، وحاز أعتقد على 2% أو 3% من مجمل هذا الاستفتاء. وهذا يعني لو ما كان مثل هذا الحزب موجود لا راحت الأصوات إلى المحافظين ولا أصبح يعني على متانة وقوة. ولكن كل الظروف المحيطة بالحزب المحافظين تؤكد وتشير على ضعف الحزب، خصوصا في خسارته لورقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي حصل خلال العامين الماضيين في بريطانيا. يعني هناك يعني دبدبات اقتصادية ومؤشرات من انخفاض الاقتصادي في بريطانيا، مما سبب يعني إحراج لحزب المحافظين، والذي أدى بدوره إلى استقالة تقدم فيها إلى رئيسة الملكة. يعني لذلك أنا أعتقد أن حزب المحافظين من الطبيعي أن يخسر، ولكن في نهاية المطاف سيكون له يعني الحيازة الكبرى لمقاعد مجلس النواب البريطاني. نعم، في صحيفة الاندبندنت البريطانية تلفت في عنوان عريض أن رئيس الوزراء السوداني حذر من أن البلاد ستنهار ما لم ترفع العقوبات الأمريكية. قبل رحلته إلى واشنطن أخبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه ينبغي على إدارة ترامب رفع اسم السودان كدولة راعية للإرهاب، تكتب الاندبندنت. وقال رئيس الوزراء السوداني في حديث خاص للاندبندنت أنه بسبب الموقع الجغرافي والسياسي الفريد للسودان المتاخم لسبع دول في بحر من البؤس داخل شمال إفريقيا، فإن انهياره سيكون مدمرا. إذن هل تعتقد أن إدارة ترامب ستستجيب لهذه الدعوة؟ أنا أعتقد أنها زيارة تاريخية، خصوصا أن لم تكن هناك أي زيارة من عام 1985 لرئيس مجلس وزراء سوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هي زيارة تاريخية بلا شك، وستتسجل يعني في محاضر الزيارة التاريخية ما بين الولايات المتحدة وما بين السودان. ولكن هناك قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي كان يعني قبل ممكن 4 أو 5 أشهر أكد وعزز أن لن تكون هناك أي رفع للعقوبات عن السودان ما لم تشكل حكومة منتخبة وحكومة جديدة شعبية. لذلك أنا أعتقد أن مثل هذه الزيارة لربما يعني تلين بعض الأمور، ولكن في نهاية المطاف لن تخرج برفع العقوبات عن السودان، خصوصا أن السودان كسودان لم تعد ذات تأثير للولايات المتحدة بعد انفصال الجنوب السوداني الذي كانت الولايات المتحدة يعني تضع يعني عينها عليه. لذلك أنا أعتقد أن مثل الزيارة تاريخية، ويعني ستكون يعني باكورة إن صح التعبير للزيارات ما بينها وبين الولايات المتحدة، ولكن لن تفضى مثل هذه الزيارة برفع العقوبات عن السودان في المرحلة الحالية. نعم. في صحيفة لوموند تهتم بتطورات الساحة السياسية في ألمانيا، وتكتب في عنوان بارز على صفحتها الدولية: ألمانيا مستقبل تحالف ميركل الكبير على المحك. انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي ساسكيا إسكين ونوربرت والتر بورخانس نتيجة غير متوقعة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم وتعجل بمغادرة أنجلا ميركل، تعلق لوموندا. لم تستطع أنجلا ميركل تخيل سيناريو أسوأ مع انتخاب ساسكيا إسكين ونوربرت والتر بورخانس يوم السبت. اختار أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي بوضوح التموقع على اليسار، وقد تكون النتيجة المباشرة لذلك انهيار التحالف الكبير لبرلين ورحيل مبكر للمستشارة الألمانية قبل نهاية ولايتها الرابعة في خريف عام 2021، تكتب لوموند. إذن ما أبعاد وتداعيات هذا التحول الكبير في السياسة الألمانية؟ كل مؤشرات خلال العام الماضي أكدت أن حزب ميركل في هبوط مخيف،
وكل التقارير التي يعني خرجت خلال العامين الماضيين من نهاية سبتمبر 2018 حتى اللحظة تؤكد أن الانهيار انهيار مهول لحكومة ميركل. الاقتصاد الألماني في انهيار، الاقتصاد الألماني لم يعزز من مكانته الاقتصادية خلال 4 أعوام ماضية، لم تكن هناك أي مؤشرات لنزوغ وصعود للاقتصاد الألماني أو رجوعه إلى ما كان قبل 2015، وهذا يؤكد على فشل الحكومة الحالية والحزب الحاكم لألمانيا. لذلك برلين فعلا برلين على انهيار، بطريقة انهيار. الحزب المنافس لها استطاع خلال الفترة القليلة الماضية أن يتعاطف مع الأحزاب الأخرى، خصوصا الحزب اليمين المتطرف الذي كان يدعم بطريقة أو بأخرى ميركل، الآن مع الحزب المعارض لميركل. لذلك أنا أعتقد أنه انتهت ميركل وانتهى حزبها، خصوصا يستغلون يعني الوقوف الدائم لميركل مع اللاجئين وحقوق الإنسان في ذلك الوقت. نعم صحيح. لذلك أنا أعتقد أن اللاجئين كانت ورقة، نعم، كانت تعتقد ميركل أنها ستنجح وستكون رابحة لها، ولكن لم تعتقد أن مثل هذه الأرقام ستصل إلى ألمانيا. كانت تعتقد أن سيكون هناك من 10 إلى 15 ألف لاجئ، ولكن وصلوا إلى 80 ألف و100 ألف، وهذا ما سبب يعني زعزع الأمن الألماني وربك للحزب الحاكم بقيادة ميركل. نعم، ومشاهدينا وصلنا وإياكم إلى فقرة مقال اليوم بعد هذا الفصل. إذن مشاهدينا، مقال اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية بعنوان لن يفقد ترامب وظيفته، لكن التحقيق في قضية المساءلة لا يزال ضروريا. العملية المطلوبة بموجب الدستور ويبدو أنها تحول أراء الناخبين وستجعل الرئيس غير مقبول، يعلق كاتب المقال روبرت رايش. حتى إذا أكدت الأدلة أن ترامب سعى إلى الضغط على قوة أجنبية للتحقيق بشأن خصمه السياسي البارز في انتخابات الرئاسة، وفعل ذلك بدولارات دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما عرض السياسة الخارجية الأمريكية للخطر، فإن ذلك لن يتسبب في إقالة ترامب من منصبه. أما السبب يلاحظ الكاتب فانعدام إمكانية تصويت العدد اللازم لإدانة ترامب من أعضاء المجلس الشيوخ الجمهوريين ضده، هذا في حال صوت جميع الديمقراطيين لصالح عزله. إذن إلى أي مدى تؤثر هذه جلسات التحقيق على شعبية ترامب، وأيضا الأهم على حظوظه في الفوز في الانتخابات القادمة القريبة؟ طبعا المزاج الأمريكي لا ينظر من خلال تحقيقات هنا وهناك، المزاج الأمريكي يقرأ الاقتصاد ويقرأ النهوض العمراني والنهوض الاقتصادي والتنموي في الولايات المتحدة. المزاج الأمريكي لا ينظر إلى 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 إلى, إلى تحقيق لمحقق في إدارة أمريكية اتهم الرئيس في 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 يعني أن يكون هناك تجسس ما بينه وبين أوكرانيا وإلى خلافه. المزاج الأمريكي ينظر إلى الاقتصاد وإلى المتانة وإلى مكانة الولايات المتحدة. العزل صعب، العزل لن يكون هناك عزل، مجلس الشيوخ بأغلبية يعني جمهوريين، بالإضافة إلى أن الكونغرس الأمريكي لا يزال هناك يعني شبه متعاطفين معه من الحزب الديمقراطي الذي يعني حزب الاقتصاد الديمقراطي الذي ينظر إلى الاقتصاد الأمريكي ولا ينظر إلى بقدر ما ينظر إلى الممحكات السياسية من هنا وهناك. لذلك أنا أعتقد أن مستوى عزله أو عفوا مسألة عزله انتهينا منها، لن يكون هناك عزل، ولكن كشعبية بلا شك ستتأثر، ولكن لن تتأثر بالشكل الذي يطمح له الجمهوريين أو الذي يطمح له منافسين ترامب. يعني أعتقد أن آخر استفتاءات في سبتمبر الماضي يعني أكدت أن ترامب لا زال متمسك في رقمه اللي هو 57% أو 60%، 57%، وهذا هو الرقم الذي يعني حاز عليه في سبتمبر 2017 و2018. لذلك أنا أعتقد لن يكون هناك تأثير مهول أو تأثير قد يتسبب بخسارته للإدارة الأمريكية. نعم. وبعد المقال مشاهدينا كما عودناكم وصلنا إلى فقرة كاريكاتير اليوم بعد هذا الفصل.
إذن كاريكاتير اليوم من صحيفة الشرق الأوسط وشخصيات تتلافت وتتلامز وأيضا الناتو في الأسفل يحتضر. طبعا الأحداث الأخيرة في العالم جعلت من كل دولتين دولة، يعني أصبح ناتو غير مؤهل إلى أن يقود تحالف عسكري وتحالف ثوري في 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 العالم أو كقوة عسكرية. لذلك ألمانيا تغرد على ليلها، الولايات المتحدة تغرد على ليلها، وبريطانيا تغرد على ليلها بعد خروجها، يعني خلافات داخلية كل انشغل في نفسه. لذلك أصبح الناتو كله يغني على ليلها وغير ملتفت للنظم الأساسية للناتو. نعم، إذن بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لماشية الصحافة لهذا اليوم. ما يسع لي أن أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي البرلماني رشيد الفعم، شكرا جزيلا لك. العفو أستاذ. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس التوقيت. في أمان الله.